يعني هو بالضبط اللي صار انه في مجموعه كانت جوا الجامعه، وبالصور يمكن في صوره ما بعرفش اذا مرت ولا لا، صوره لإلهم وهم جوا الحرم الجامعي هؤلاء المجموعه من البلطجيه. احنا ما بنعرف، احنا في واحد منهم طالب جامعه بنعرف، بس باقي الموجودين باقي الوجوه ما بنعرفه، بس واحد فيهم نعرف انه طالب جامعي، طالب في الجامعه الاردنيه، وكانوا هؤلاء موجودين داخل الحرم الجامعي، وثم كان في حكي بينهم بين الامن الجامعي، وبعد هيك تم اطلاق الالعاب الناريه من داخل غرفه الامن الجامعي، من عند الامن الجامعي. وبعد 10 دقائق تم الهجوم علينا بالعصي والجنازير من قبل الامن الجامعي وهؤلاء البلطجيه، عشان نركز. ومن ثم لاحقا بعد ما تم ابعادنا تدخل الدرك والامن وقام بابعاد ما تبقى من الطلاب. النقطه الاخرى انه احنا، انا واحد من الناس حكيت مع احد ضباط الامن العام انه انتم دوركم تحمونا، ولا حكى لي بالحرف انه هاي مشاجره احنا ما لنا فيها، بالحرف يعني، اضافه الى انه في معنا محامي كان موجود وتوجه لاحد الضباط ايضا وقال له انتم لكم من الثلاث روحوا روحوا. واحنا حكينا لو قلنا بدون الضرب هذا نروح، احنا بنروح مسالمين احنا، بس للاسف الحكي كان في ظل الضرب اللي عماله بصير، وروحونا بدون ما يعني ما استنوا علينا انه نروح ولا ما نروح. يعني هاي هي التفاصيل اللي صارت. يعني هلا كل الاجراءات والفعاليات القادمه راح نعلن عنها بوقتها، بس احنا عندنا في اجتماع للحمله حيكون، وحنعلن عن كل التفاصيل المتعلقه بما فيها ردنا على التصريحات اللي صارت، على الاساءات اللي صارت، على ضرب زملائنا، واليه عملنا للمرحله القادمه هو الاهم بصراحه. الاهم من كل اللي صار هذا انه احنا بنكرس نهج انه احنا مستمرين في نضالنا السلمي مهما تكن العواقب اللي بدنا نواجهها، مستمرين في سلميتنا وبنضالنا الشرعي والسلمي والقانوني حتى نحصل على مطالبنا اللي بنعتبرها عادله.